فوجئنا في الليل حوالي من 8 ونص 9 كده، فوجئنا بجوز طراريد اتونا من الخلف، ما في تنبيهات ما في اي شيء، اتونا من الخلف وصعد واحد منهم ملسم، يعني زي نفس التدريب العسكري، يعني ان هو محترف في الشيء ده، نفس الوضع يعني على لياقه كويسه، يعني على استمرار بالموضوع ده. فانا صرت بسرعه وانا في غرفه القياده اللي بيسموها عندنا كصيادين القمره، وفوجئت بشيء اسود طويل قدامي مو باين في عينه غير عيون بس. كلك كانوا 8 لكن 7 صعدوا باللنج، وكان في واحد سكان المطور الثاني اللنج الاخر. فوجئت ان هو بيصحي الانفار كله بوضع السكين على الرقبه، وضع السكين على الكتف. كان معاهم سواطير. انا كنت من ضمن الناس اللي نايمين بالاول في اسفل اللنج، وبعدين هم نزل واحد منهم يصحينا بالسكين. يعني انا ما فهمت منه كلام بالضبط، لكن هو كان يشير للطلوع للصعود فصعدنا. الطراد الايمن ده كان عليه واحد على السكان، وده هو ده اللي كان بيراقب الحركه المروريه بتاعتهم، وفي نفس الوقت زي هو اللي ادى التعليمات اللي هو باللهجه اللي هم بينهم وبين بعضها. حاولوا كتير ان هم ينزلونا العنبر ويقفلوا علينا، ربنا قدرنا الحمد لله واتفقنا عليهم. بعدين هم هجمونا كتير وحاولوا مطاردتنا بعد اول مشاجره بالطرادات، لكن الحمد لله ربنا نجانا ونجينا منهم بسلامه ان شاء الله. احنا 3 اصيبوا والحمد لله 3 ما فهمش اي شيء. انا اصبت بخبطه بالراس 6 ورز. انا عندي كسر مفتت، وهنا في جرح بقطع وتر، والحمد لله رب العالمين، وصبتين بالراس واصابه بالخد الايمن. بسام عنده بتر بالصابع والحمد لله وحمد ربنا على كده. نعم محترفين دخلته عليك باللنج مش اول مره، ان هو يجمعك كلك في مكان ويحاول يحتفظ عليك بمكان مغلق، ده مش اول مره ان هو يعمل كده. وبدا يخبط بعد بالسكين على الكتف، جو 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 نوم نوم. فبدات ان انا اتناوش معاه وبصوت خفيف اكلم اصحابي كده، رجعت ورا وكلمتهم، احنا كده في حاله موت، يعني ميتين، احنا يا اما نموت بشرفنا ونموت رجاله، يا اما نموت ونستسلم ونبقى تحت ايديهم. لا ما استولوش على حاجه، هم فيهم واحد اخذ التليفون بتاعي وهذا خلاص انكسر، لكن ما اخذوا معاه. لا نتعرف من لغه، ما فيش لغه، لغه فارسي ما انتش فاهم اي لغه له. وكنا يد واحده وعلى قلب رجل واحد، والحمد لله رب العالمين ان ايه اتفقنا ان احنا نكون رجاله وبشاره ان احنا نكون على الهجوم. نشكر الحكومه الكويتيه كلها قاموا معانا باجمل وجه وترحيب وكله تمام الحمد لله رب العالمين.